أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. تسريب حصري وسريع جدا لكم يا أصدقائي أثناء عرض الحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف، حيث عندما يعثر فريد على سيران بعد البحث عنها لفترة طويلة جدا، فإنه سيرى شعرها المقصوص وسيقوم بتمشيط شعرها، وكذلك سينظر للندبات والجروح التي في جسدها وعلى ظهرها وسيلمسها بيده، وسيبكي فريد بشدة، ولكن سيضع يده على فمه لمنع صوت البكاء أن يظهر عاليا حتى لا تسمعه سيران وهو منهار بالبكاء. ما رأيكم في هذه الأحداث الدرامية والحزينة جدا؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء بفيديو جديد.